السلام عليكم. خطوة أولى نحو تنفيذ الترتيبات الأمنية، يقول مراقبون، على خلفية اجتماعات عقدت مؤخرا مع قادة التشكيلات المسلحة الذين عبروا عن استعدادهم التام الالتزام بما جاء في بنود الترتيبات الأمنية. في المقابل، وزير داخلية الوفاق يعطي تعليماته بتشكيل لجنة لجمع الاستدلالات لمتابعة أوضاع الموقوفين في سجون قوة الردع الخاصة وإحالتها إلى مكتب النائب العام في خطوة سليمة يراها قانونيين رغم تأخرها. حلقة جديدة نتابعها اليوم من بانوراما الحدث بعد التقرير. الترتيبات الأمنية بدأت تأخذ خطواتها الأولى شيئا فشيئا، وهذه المرة على صعيد السجناء، حيث أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني عبد السلام عاشور قرارا تحت رقم 1689 لسنة 2018، والذي يقضي بتشكيل لجنة من جميع الأجهزة الأمنية تختص بمتابعة الموقوفين بسجن قاعدة معيتيغا لدى قوة الردع الخاصة. جاء ذلك بعد يوم من اجتماع وزير الداخلية بمدير الإدارة العامة للأمن المركزي ومدير مديرية أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة لتأمين البعثات الدبلوماسية ورئيس جهاز الأمن العام للاتفاق حول إيجاد آلية للتنسيق بين هذه الوحدات الأمنية. يذكر أن تفعيل الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق سخيرات جاء على إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الشهر الماضي. أهلا بكم، وينضم معنا عبر الهاتف عميد محمد البكوش، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية وعضو في لجنة جمع الاستدلالات المكلفة مؤخرا من الداخلية. كذلك ينضم عبر الأقمار الصناعية من طرابلس السيد سامي الأحمر، محامي ومستشار قانوني. أبدأ معك حواري سيد محمد أو عميد محمد حول لجنة جمع الاستدلالات بعد ما جاء تكليف وزير الداخلية للجنة بجمع الاستدلالات ومتابعة الموقوفين في السجون، ماذا بعد؟ نعم، أهلا وسهلا، كيف حالك سيد محمد؟ أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولضيفك الكريم وللأخوة المشاهدين والمستمعين جميعا، ليلة مباركة إن شاء الله. طبعا في ظل الظروف الأخيرة التي نشب فيها بعض القتال، وصلت الدولة في النهاية إلى عملية تنظيمية لما يحدث في داخل وزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى، حيث إعادة ترتيب الصف الداخلي، أي الترتيبات الأمنية. ترتيبات هي جمع ترتيب، الترتيب هو التنظيم، ودليل الترتيب هو أن هناك شيء مبعثر نريد ترتيبه، هو يوجد شيء ولكن نريد تنظيمه من جديد، يعني أشياء تنظم حسب القانون، حسب القانون الذي نعمل به نحن كوزارة الداخلية، سواء قانون رقم 10 سنة 92 الذي نظم الشرطة، أو قانون الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات الذي تعمل به الشرطة وتعمل به النيابة والقضاء في وزارة العدل. في هذه الترتيبات الأمنية هي تنظيم جديد لصف الشرطة وصف القضاء، لأن الشرطة والقضاء متعاونين في مجال الإجراءات الجنائية والعقوبات، أيضا قانون العقوبات. فأصبح هناك تنظيم وترتيب. نعم. التنظيم الأول هو بدأت الداخلية في التنظيم. فالتنظيم الأول الذي حصل هو بداية أمن المرافق والمنشآت، يعني أعطيت سيارات جديدة وأصبحت أمام المصارف، الحمد لله سياراتهم بدوا يستعملونها. والشيء الثاني هو طبعا الأمن المركزي أصبح يرتب الفرق بتاعه ويدعوها للعمل، يدعوها للتنظيم واللباس العسكري المميز الموحد. أيضا استلام مطار معيتيغا، واصبحت هناك شرطه نظاميه تحمي المطار امام انظار العالم وما اليه.
الشيء الأخير الذي أصبحنا الآن حوله وهو مهم جدا هو تصنيف الملفات القضايا الموجودة في داخل يعني سجن ماتيجا من حيث تصنيفها المفرج عنه وغير المفرج عنه والذي ما زال محتاج لجمع استدلالات من جديد. نعم سوف يعني نأخذ هذه النقطة معك سيد محمد البكوش، ولكن ذكرت لي بأن هناك إعادة لتنظيم الهيكل الداخلي ضمن الترتيبات الأمنية، يعني هذا على مستوى الوزارة يعني بشكل عام. طيب على مستوى توزيع الأجهزة الأمنية على مؤسسات الدولة ذكرت بعضها كمطار معتيقة، كذلك كان هناك مؤخرا اجتماع مع وزير الداخلية مع عدد من الشخصيات العسكرية يعني لتوزيع المهام على المقار الحكومية، إلى أين وصلت هذه الاجتماعات؟ تقصد يعني الأجهزة الأمنية بعض القيادات الأمنية يعني؟ نعم القيادات الأمنية. نعم طبعا لابد من تنظيم الصف الداخلي كما أسلفنا لوزارة الداخلية، كذلك بحيث كل جهة تأخذ تنظيمها وكل جهة تأخذ يعني عملها المنوط بها كعمل مهني تخصصي بحيث تطبق في القانون بحذافيرة من خلال عملها. فبالتالي اجتمع السيد الوزير برئيس مدير الإدارة العامة المركزي، مدير أمن طرابلس كمثال نماذج المديريات، أيضا رئيس جهاز الأمن العام، رئيس مدير إدارة الأمن الدبلوماسي، وتم الاجتماع بهم لتنظيم العمل وتوحيد اللباس، توحيد السيارات أيضا، وتكون هناك سيارة عشوائية يعني معتمة وسيارات بدون لوحات وسيارات غير مسجلة كسيارة شرطة، أيضا الذين يقودون السيارات يكونوا رجال شرطة عنده رخصة عسكرية ويلبس لباس الشرطة، وأيضا استعمال القانون رقم 10 سنة 92 حيث تقوم إدارة التفتيش والمتابعة بالتفتيش على مثل هذه الجهات وقامت الضبط والربط بينها والطاعة. طيب عميد محمد يعني هذا من جانب له علاقة بالترتيبات الأمنية، ولكن من جانب آخر حديث ويعني جاء على لسان الكثير من المواطنين حول السجناء، وزير الداخلية أعطى تعليماته بتكليف لجنة تختص بهذا الشأن، فماذا حدث؟ ما تفاصيل هذه اللجنة؟ مهامها؟ متى ستبدأ بالفعل في متابعة أوضاع السجناء والموقوفين؟ طبعا اللجنه هذه صدر فيها اولا قرار من النائب العام في مجموعه من النيابه يعني وكلاء النيابه، وايضا مجموعه ضباط من وزاره الداخليه، وتم الاجتماع بين وزير الداخليه والسيد النائب العام وبعض الضباط ومنهم المجموعه اللي كلفنا نحن، ولتنظيم طريقه تنظيم وتصنيف القضايا والملفات الموجوده في داخل سجن الماتيقة. وبالتالي اللجنة بدأت عملها فعليا اليوم، وغدا عندها لقاء في داخل مطار ماتيقة يتم تصنيف القضايا، والذي لم يتم له جمع استدلالات يعني محضر فهناك ضباط سيستعان بهم من مكتب جناية طرابلس ومن جهاز المباحث الجنائية ليتم إتمام عملية جمع استدلالات في باقي الملفات، ويتم الإفراج عن المفرج عنهم من النيابة العامة وتصنيف باقي الملفات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ننهي هذا العمل بمهنية وتخصصية إن شاء الله. طيب عميد محمد إذا سألنا سؤال مباشر، لماذا جاءت هذه الخطوة؟ وكذلك ماذا عن الموقوفين دون وجود ملف يعني يتم فرزه غدا؟ لا ما أعتقدش أن في موقوفين بدون ملفات، لابد كل موقوف ما لا يوقف الا وعنده ملف بداخل، لكن ربما لم تنهى بعد عمليه جمع السجلات التي ستنهيها هذه اللجنه من خلال ضباط تحقيق من البحث الجنائي طرابلس او من جهاز البحث الجنائي، ونحن وتحت شرف اللجنه التي كلفها الوزير ونحن معهم، فبالتالي الملفات كلها ستصنف ان شاء الله، وهذا في ظل الترتيبات الأمنية في داخل العاصمة إن شاء الله تعالى. إذا سألنا أيضا سؤال آخر، يعني إذا لماذا جاءت هذه الخطوة سيد البكوش؟
في ظل عدم وجود ملفات كما ذكرت، أو في عدم وجود أشخاص ليس لديهم ملفات؟ لا لا لا، كل الأشخاص الموجودين لديهم ملفات بالتأكيد. نعم، إذن هم لديهم ملفات ولديهم قضايا جنائية أو أي قضية أخرى، إذن لماذا جاءت الخطوة متابعة السجناء في أي سجن كان؟ طبعا هذا جاء بناء على اتفاق بين الحكومة وهيئة الأمم المتحدة المسؤولة هنا، لكي يتم تصنيف جميع الموقوفين الموجودين في داخل السجون جميعا، وليس سجن معتيقة فقط، لكن البداية من سجن معتيقة، يعني كل السجون الموجودة يتم تصنيف جميع المساجين فيها والموقوفين، وتصنيفهم ثم جمع سجلات للذين لم يتم جمع سجلات أو لم تكتمل السجلات بشأنهم، يتم جمعها ثم لحالة للنيابة للإفراج أو استكمال التحقيق عن طريق المركز المختص الذي تم فيه الاستبدال الأول. هذه ضمن الترتيبات الأمنية لكي يستريح المواطن، وقد تجاوب الكثير من الإخوة في السجون بارك الله فيهم، هم شباب لنا ولكن عندهم غيرة وطنية على البلد، وفي الوقت الذي لم تكن فيه هناك يعني أعمال مهنية للشرطة قاموا هم بهذه الأعمال، ولكن محتاجون لتدريب وتأهيل وتهيئة القانون، فبالتالي الآن أخذ على عاتقنا إن شاء الله استكمال ما بدأوا ولو كان بداية خاطئة. طيب، ولكن في عميد محمد، عميد محمد، إذا سألتك يعني سؤال كمواطن بسيط لا أفهم أو لا أفقه في بعض التفاصيل القانونية والقضائية كذلك الشرطية، يعني في حال إذا كان هناك مواطن متهم بشيء معين، ربما يكون هناك يعني إيقاف أشخاص أو تم سجن أشخاص لمدة معينة تفوق ممكن السنتين أو السنة، ربما يكون هناك يعني حالة غير طبيعية في ليبيا مررنا بها مؤخرا، ولكن في الحالات الطبيعية كيف يكون الإجراء الصحيح عندما يتم اتهام أو إيقاف شخص بتهمة معينة؟ طبعا إذا كان هناك تهمة يتم فتح محضر جمع استدلالات لهذا الشخص المتهم وجمع الأدلة أو القرائن لإما إثبات هذه التهمة أو لهذه التهمة إن لم توجد هناك دلائل، بالتالي الإفراج عنه في بعد البراءة إن شاء الله. كم المدة تقريبا؟ كيف يعني المدة؟ يعني في حال لم يثبت أنه متهم بشيء معين، يعني كم تكون المدة تقريبا في إيقافه في مراكز الشرطة؟ لا، مباشرة يتم إطلاق سراحات، مباشرة يفرج عنه إذا لم يتهم، وهذا من حق الإنسان يعني يتم فتح محضر، ولا الحق حتى في محامي إن كان هناك تهمة، ويأخذ حقوقه كإنسان في داخل سجن بكامل حقوقه، لا بد من هذا. نعم. طيب عميد محمد، إذن هل يمكن القول بأن الخطوات الفعلية الآن على أرض الواقع سواء من اتفاق الأخير الخاص بوقف إطلاق النار، اجتماعاتكم في الداخلية وخطواتكم أيضا في تشكيل لجنة لمتابعة السجون، هل هي خطوة فعلية للترتيبات الأمنية؟ نعم، هذه خطوات فعلية مهمة تمس مباشرة الوضع الداخلي لبلادنا، وتريح تريح المواطنين يعني ونحن منهم، تريح لنا مباشرة أن هناك فعلا تطبيق للقانون، لأن القانون يقول أن قانون الإجراءات الجنائية يتم إذا كان اتهم إنسان وتم القبض عليه لابد القبض يكون عن طريق النيابة العامة، وأيضا التفتيش عن طريق النيابة العامة يعني يجلس ثم تعيش معه بالنسبة للشرطة خلال 48 ساعة ويحالي النيابة العامة إما أن تفرج عنه وإما أن تمدد له السجن الاحتياطي الحبس الاحتياطي إلى حين تبرئته أو تصنيف هذه الجريمة له إن كانت هناك أدلة أو يحالي الغرفة إن كانت جناية، وهكذا هي هذا القانون يعني. أما غيره فيعتبر عبث القانون. وضحت الفكرة عميد محمد البكوش، مدير إدارة التفتيش والمتابعة وعضو لجنة جمع الاستدلالات، شكرا جزيلا لك. سيد سامي الأحمر، إذا ما ذكره سيد محمد البكوش، لو أخذنا من جانب الحقوق والجانب الإنساني لسيما أنت محامي ومستشار قانوني، فكيف يمكن أن نقيم حقوق السجناء وكذلك أوضاع السجناء في البلاد بشكل عام
في ظل وجود من يقول بأن هناك من تم إيقافه دون أي ملف تثبت أو يثبت إدانته بأي تهمة. نعم سيد محمد، في البداية أرحب بك سيد محمد، وفعلا قرار الرئاسي وقرار أيضا وزير الداخلية بتشكيل لجنة قرار صائب، نعم، وفي محله وفي وقته، ولكن الترتيبات التي ستتم في التحقيق، هل تعلم سيد محمد أن معظم الموقوفين حبس وقد تجاوز عليه المدة مقررة قانونا لمأمور الضبط القضائي؟ مأمور الضبط القضائي المدة المقررة له قانونا 48 ساعة، فيه موقوفين بالأشهر وبعدها تعرض على النيابة العامة، هذا يعتبر حبس باطل. هذه النقطة الأولى. المادة الأولى في القانون الجنائي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. نعم فيه موقوفين استيفاء تحقيق، لكن لا نعرف شن عندهم من قضايا، شن ما عندهم ما نعرفش، مبهمة. لكن المفترض أن جميع الموقوفين حتى الذين عرضوا على النيابات المفترض تصحيح الأخطاء القانونية. القاعدة القانونية هي الأصح، لابد أن تكون قاعدة مكتملة وليست على دعامة هشة. كل الموقوفين اللي تم عرضهم على إحالتهم على النيابة العامة، اللي ما زالوا موجودين في السجن حتى يتم التصحيح بالكامل، لأن هنا سيد محمد نحن لا نستطيع أن نجزئ القانون على أشخاص دون أشخاص آخرين، فلابد هنا أن نأخذ هذا القرار بعين الاعتبار على كل الأشخاص وعلى كل القضايا، ليس مجزئ، ولابد التصحيح يكون بالكامل. هناك موقوفين لم يأخذوا حقهم، هناك موقوفين مهضوم حقهم، فهنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار وتصحيح الأخطاء. طيب نعم. طيب ابقى معي يا سيد الأحمر، ينضم أيضا نعم. إلينا عبر الأقمار الصناعية من مصراتة المحامي والمستشار القانوني السيد فيصل الشريف. سيد فيصل، إذا نظرنا إلى القرارات الأخيرة للرئاسي بخصوص النظر في أوضاع السجناء والموقوفين لدى بعض السجون، لا سيما ذكرها بالاسم قوة الردع الخاصة، الوزارة أو الداخلية تكلف لجنة لجمع الاستدلالات وإحالتها إلى النيابة العامة فيما يخص الموقوفين. كذلك السيد الأحمر أو سامي الأحمر وهو محامي ومستشار قانوني يقول بأنه هي خطوة جيدة ولكن يجب من تصحيح الأخطاء القانونية بشكل عام. أخي محمد، مساء الخير في البداية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. حقيقة أود أخي محمد أن نتحدث في هذا الملف الساخن الذي تشكرون على طرحه، وهو ملف يتعلق بحقوق الإنسان بامتياز، فيجب علينا الحقيقة عبر شاشتكم أن نكون أمناء ونحن نتحدث في هذا الملف بدون قيود. يعني الحقيقة يجب علينا أن نظهر الجانب القانوني والجانب التشريعي، ثم ننظر في الإسقاطات على أرض الواقع كيف أن هذه النصوص أو حزمة هذه التشريعات، بدءا بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والتشريعات الداخلية والدولية، وأين نحن منها. يجب علينا أن ننظر بشكل واضح وثاقب لنشخص المسألة ولكي حتى
يحدث نوع من الثقافة لدى المشاهد في هذا الصدد. إذا سمحت لي أخي محمد تفضل. ربما في فلاشات بسيطة أريد أن أشير إلى أن وضع السجون في ليبيا هنا بين النص والتطبيق وهي ربما إشارات سريعة وضعتها بينما أنا قادم إلى هذه الحلقة. إذا ما تحدثنا أخي محمد على الإعلان الدستوري وتحدثنا في الحقوق والحريات العامة، وعلى فكرة أن الدساتير الجديدة كلها وجميع التعديلات التي حصلت على الدساتير العالمية الجديدة تمتاز كلها بأن التعديلات كانت انصبت على باب الحقوق العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان. يعني الإنسان أصبح هو في صميم المعادلة. فيما يتعلق في الإعلان الدستوري في المادة 7 يقول: تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. مادة 14 تقول: تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي. مادة 31 تقول: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وإن كان في ذلك إشكال، كلمة بنص غيرت إلى قانون يعني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له الضمانات القانونية والقضائية. هذا إعلاننا الدستوري. المادة 33 تقول: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. القضاء في طعن شهير لنا أخي محمد لمحكمة يحسب لمحكمتنا العليا يقول أن القضاء هو الركن الركين والحصن الحصين الذي يعني يضمن لكل من وقع عليه حيف بأن يلجأ إليه ويحميه. هذا على صعيد الإعلان الدستوري. الاتفاق السياسي أخي محمد، لأن الحكومة طبعا هي معنية بالاتفاق السياسي ومعنية بهذه التطبيقات التي تراخت عنها، يقول في تدابير بناء الثقة المادة 26 من فقرة 1 إلى 6: جمع المعلومات عن المخطوفين، هذا الاتفاق السياسي، عن المخطوفين وتشكيل هيئة مستقلة للأشخاص المفقودين من حكومة الوفاق. هذا حكومة الوفاق يفترض أنه كان في أولوية برنامجها في ترتيباتها الأمنية. 2: على جميع أطراف التنازع إخلاء سبيل المحتجزين دون سند قانوني. 3: تمكين السلطات القضائية من مراجعة حالات الاحتجاز. 4: التزام الجميع بضمان حكر الاحتجاز على السلطات القضائية. 5: تعيين مجلس تقصي الحقائق وفق قانون العدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية وقانونها الذي وعدناه. 6: استقلال المجلس الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان استغلاله وقيامه بعمله. المجلس الأعلى للحقوق العامة وحريات الإنسان الذي أصرفت له الميزانيات لا نراه اليوم، لا نرى تقاريره. أين الإشكالية؟ منظومتنا بها خلل كامل، ليس هنا أو هناك. مادة 44 أخي محمد تضمن، مادة 44 في الاتفاق السياسي تقول: تضمن حكومة الوفاق الوطني اقتصار سلطة احتجاز أو اعتقال الأشخاص على الأجهزة المخولة قانونا وفق التشريعات والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. الأولويات الأمنية فقرة 10: معالجة أوضاع المعتقلين والمحتجزين والمفقودين. هذا ما يتعلق بالاتفاق السياسي. أنا أسرد إليك الآن أخي محمد حتى المشاهد يعلم منظومتنا التشريعية أنها ليست غائبة، هي حاضرة، هي موجودة وبقوة. القوانين الداخلية أخي محمد، وأريد أن أختم بها، القانون رقم 10 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام صدر بتجريم التعذيب، قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، الإخفاء القسري هذه النقطة، تجريم الإخفاء القسري. القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، الفصل الثاني في قبول النزلاء، مادة 9 أخي محمد، استمع بالله عليك إلى المادة 9 ماذا تقول؟ لا يجوز إيداع أي إنسان في أي مؤسسة للإصلاح والتأهيل إلا بأمر كتابي موقع ومختوم من النيابة العامة. النصوص واضحة وصريحة. الفصل الثالث يقول: في التفتيش والإشراف القضائي على السجون على مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المادة 73: هناك جهاز تفتيش إداري على المؤسسات الإصلاحية يرأسه أحد رؤساء النيابة العامة، حيث يشرف على المؤسسات وينظر في الشكاوى. مادة 74: يكون للنائب العام وأعضاء النيابة العامة حق الدخول في أي وقت إلى جميع المؤسسات والأماكن التي يكون بها محبوسين، ويكون لهم على وجه الخصوص أخي محمد يكون لهم باء، نتعدى على ألف ونأتي إلى باء، يكون لهم باء ضمان عدم وجود شخص محجوز بغير أمر كتابي صادر من جهة قضائية. هذا باء يعني ضمان أن أي شخص نازل موجود في مؤسسة إصلاح وتأهيل يجب أن يكون حجزه قد تم وفق إجراءات قضائية وأن يكون موقع عليه من أحد أعضاء النيابة العامة. قانون رقم 6 أخي محمد لسنة 1374 بشأن نظام القضاء،
في المادة 41 بشأن نظام القضاء يقول: يكون مأمور الضبط القضائي، مأمور الضبط القضائي تابعين للنيابة العامة فيما يتعلق بأعمال وظائفهم. والمادة 42 أضافت: تشرف النيابة العامة على مؤسسات الإصلاح والتأهيل وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأوامر والأحكام القضائية. أخي محمد، حقيقة كل لدي الكثير في هذا، لكن أخي محمد إذا أتيت إلى الخلاصة أود أن أقول لك أن النيابة العامة بدءا بمكتب النائب العام والنيابات، أنا أعرف أن المهمة ليست سهلة، أنا أضع نفسي في مكان سواء النائب العام أو زملاؤنا في أعضاء كأعضاء نيابة عامة، يجب أن لا تلبس إليهم كل هذه الإشكاليات، لكن يجب أيضا أن نقول أن هذه الجهة هي الجهة الإشرافية التي يخضع إليها مأمورو الضبط القضائي في عملهم، وهي المعنية بالتفتيش على السجون وضبط المخالفات، ويجب عليها مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وأوضاع النزلاء. طيب، خلال السنوات الماضية سيد فيصل الشريف، يعني كما ذكرت، يعني جميع المواد التي ذكرتها في قضية متابعة السجون، في قضية اعتقال أو القبض على أي شخص بتهمة معينة، كلها كانت غائبة. الآن لو وضعنا يعني المسؤول عن غياب كل هذه القوانين التشريعية، هل لها علاقة مثلا بوضع مر به البلاد، أم لها علاقة بجهات معينة لم تعمل بشكلها الطبيعي أو بشكلها المطلوب منها؟ أخي محمد، نحن يجب أن نكون صراحة حتى مع أنفسنا وبيننا وبين ضمائرنا. الحقيقة تغول بعض المجموعات المسلحة التي تتحكم في السجون وتتحكم في القبض وتخالف قانون الإجراءات الجنائية وتخالف قانون أيضا المؤسسات، قانون مؤسسات تنظيم مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتخالف جميع بل تخالف المبادئ الدستورية والإعلان الدستوري وتخالف كل هذه، تغولها للأسف نستطيع أن نقول أن أيضا النيابات أيضا هي جزء من هذا المجتمع وجزء من هذه المنظومة. للأسف هي لا تستطيع أمام تغول. لهذا نتحدث أخي محمد عندما نتحدث أن من أخطر المسائل التي يتعرض لها الدستور هي التداخل في السلطات، يعني عدم الفصل بين السلطات. عندما تكون السلطة التنفيذية متمثلة في مجموعات مسلحة غير منضبطة، فالسلطة القضائية لا يمكن لها أن تشتغل في ظروف آمنة. يجب علينا أن نقول أن السلطة القضائية للأسف سواء على صعيد النيابات أو على صعيد القضاء إلى حد كبير مغلولة يدها، لا تستطيع أن تتصرف بشكل صحيح. وإلا أنا أراهن أن أعضاء النيابة والنيابة العامة وبدءا بمكتب النائب العام والقضاء لدينا من الكفاءات ويعلمون أنهم قادرون على أن يقوموا بكل هذا الحمل، لكن للأسف الحلقة الأضعف يظلون هم أمام تغول هذه المجموعات المسلحة. طيب ابقى معي يا سيد فيصل الشريف، ينضم أيضا عبر الهاتف عميد محمد إبراهيم الناطق باسم لجنة الترتيبات الأمنية. عميد محمد، يعني لو ذكرنا قصة أو الخطة الموجهة من حضراتكم بخصوص تأمين المقرات التابعة للحكومة، وضعتم خطة لذلك، كذلك لا نريد أن نغض البصر عن التداخل في المهام كما قال السيد فيصل الشريف. نعم، أولا تحية طيبة لأخوة في القناة والضيوف والسادة المشاهدين. ثانيا، بحكم المهام المسندة للجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى هو عمل متكامل متجانس مكمل لبعض البعض، يعني وفق البنود اللي وردت إلينا في قرار التشكيل. نعم. فحيلت من ضمنها كما سألت أنت، أو حيلت خطة متكاملة فيما يخص حماية وتأمين المؤسسات والمنشآت الحيوية والمرافق الهامة والتي تعني سيادة الدولة. فأعدت هذه الخطة من أعضاء اللجنة وناس متخصصين أمنيين مهنيين، والمطلوب منهم هو إحالة خطط وتوصيات واقتراحات فيما يخص تأمين وحماية هذه المؤسسات، ثم تبقى المسؤولية على الجهات التنفيذية.
نعم. طيب قصة التداخل سيد محمد في الجهات الأمنية المكلفة الآن بحسب خطتكم بتأمين بعض المقار الحكومية، يعني كيف يمكن أن نتجاوز قصة التداخل في المهام؟ بالنسبة للقوات أو التشكيلات اللي مكلفة بالتأمين الحالي حاليا، هذه لم تدخل في ضمن الترتيبات الأمنية التي أحيلت من قبل اللجنة، باعتبار أن الترتيبات لم يتم البدء في تنفيذها إلى هذه الساعة، لم يتم البدء في تنفيذها. وبالتالي القوات اللي موجودة سواء كانت عسكرية أو أمنية أو شرطية فهي موجودة من السابق، لم يتم تكليفها حاليا من قبل اللجنة أو بناء على توصية اللجنة. هذه نقطة. النقطة الثانية فيما يخص التداخل في الاختصاصات والمهام، احنا كلجنة ترتيبات الأمنية أحيلت توصية بإعادة النظر وبمراجعة الإجراءات القانونية والإدارية والتي تشمل قرارات الإنشاء وقرارات التكليف والصلاحيات التي أعطيت لها والمهام الموكلة إليها، بحيث نمنع التداخل، يتم المراجعة يعني وتمنع التداخل في الاختصاصات بحيث لا يكون إرباك في تنفيذ المهام، وبالتالي منع أو يعني بقدر الإمكان منع حدوث أي خرق أمني نتيجة للتداخل في هذه التخصصات. وهذا يرجع للمسؤولين في المؤسسات اللي ستقوم بالتنفيذ، وهي تتمثل في المؤسسة العسكرية من خلال رئاسة الأركان وأمر المناطق، والمؤسسة الشرطية اللي هي من خلال وزارة الداخلية والهيئات والإدارات التي تتبعها. نعم. طيب بخصوص التشكيلات المسلحة سيد محمد، يعني هل تواصلتم معهم باعتبار بأنكم وضعتم خطة للتواصل مع كافة القيادات بالتشكيلات المسلحة؟ نعم كان لنا تواصل خلال الأيام الماضية، تواصلنا مع التشكيلات اللي موجودة في طرابلس، تواصلنا مع عدد كبير من التشكيلات اللي في مستوى المنطقة الغربية اللي هي غرب طرابلس إلى أقصى الحدود، وكان لنا اليوم لقاء مع عدد من قادة التشكيلات المسلحة في المنطقة الوسطى، وحقيقة الكل أبدى استجابة مع تنفيذ الترتيبات الأمنية المقترحة من اللجنة، وفي نفس الوقت تبقى المسؤولية على المجلس الرئاسي ومؤسسات التي تتبعه المعنية بالتنفيذ. وحقيقة رأينا تجاوب كبير من قادة التشكيلات، بداية من قادة تشكيلات طرابلس، ثم ذكروا خلال الاجتماع أنهم على استعداد كامل للانسحاب من المؤسسات السيادية للدولة في طرابلس وذات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة، على أن يكون البديل، وهذا ما وضع في الخطة، وهذا هو العدد الكبير من القادة اللي اجتمعنا معهم في كل المناطق، أن تحل محل قوات نظامية منضبطة من الجيش ومن الشرطة. طيب لو سمحت عميد محمد، أنت ذكرت بأن هناك تشكيلات تفاهمت معكم وأبدت استعدادها التام لتسليم كافة المقار إلى جهة منضبطة، يعني من هي هذه التشكيلات التي أبدت استعدادها؟ في المقابل هناك أخبار لا نعلم مدى صحتها عن عزم تشكيلات أخرى الهجوم على طرابلس من جديد بسبب عدم وجودها ضمن هذه الاجتماعات. يا سيدي، لم أذكر أن تفاهمنا معها، نحن لسنا جهة أو طرف في هذا النزاع بحيث نحن المجلس نتفاهم، لكن من باب دراسة الوضع كلجنة ترتيبات أمنية يجب علينا دراسة وتفهم الوضع بالكامل، وبالتالي يعني يجب علينا ايضا ان نتواصل مع جميع الاطراف سواء كانت اطراف نزاع او اطراف محايده او مؤسسات لها علاقه بتنفيذ ترتيبات الامنيه، واللي الاصل فيها اللي هو اتفاق اجتماع اللي نتج على اجتماعات مدينه الزاويه برعايه البعثه الامميه. اللي ذكرته انا تحديدا ان قادة التشكيلات من مختلف المناطق اللي اجتمعنا معاهم وسمعنا آراهم وخذينا بعض الملاحظات، واللي حقيقة وجدناها كلها تصب باتجاه البنود والتوصيات اللي أحلناها للمجلس الرئاسي،
وبالتالي هم أبدوا ارتياح وقالوا احنا يعني احنا على استعداد كامل لتنفيذ هذه الترتيبات التي أوصت بها اللجنة. أما ما ذكرت في خصوص أن فيه أطراف أخرى تنوي الهجوم على طرابلس، فأعتقد أن ما نتج عن مخرجات اجتماع الزاوية، هناك لجنة شكلت لمتابعة ورصد وقف إطلاق النار، وأعتقد وقف إطلاق النار توج بآخر اتفاق اللي وقع بين أهالي طرابلس وترهونة في منطقة كرابولي، وهذا نتج على مساعي أشخاص خيرين من وجهاء ومن أعيان، وبإضافة إلى مكونات اجتماعية ومؤسسات مجتمع مدني، وأعتقد أن في حتى بعض الأشخاص على المستوى مؤسساتي التابعة للدولة أن هي شاركت في هذا. طيب. الوقت في تعزيز وقت إطلاق النار. نعم أشكرك. لسنا معنيين بمتابعة أن هل هناك قوات تستعد لهجوم أو لا، فهذا أعتقد أنه شأن لجنة أخرى، لا علم لنا بهذا الموضوع. وضحت الفكرة عميد محمد إبراهيم الناطق باسم لجنة الترتيبات الأمنية سيد سامي الأحمر. إذا ذكرنا أو وردنا أو استفسرنا كمواطنين يعني بسطاء لنفهم في الأمور القضاء يعني مثل المحاميين، كيف هي حقوق يعني الشخص عندما يسجن أو عندما يتم إيقافه؟ ما هي حقوقه حتى في قصة يعني إن هو يكلف محامي أو حتى الدولة تكلف له محامي لكي يتم المرافعة عن قضايا؟ سيد محمد، خلينا نتكلم بكل شفافية. سيد محمد، حقوق المعتقلين والمسجونين مهضومة جدا. بعد أمتى يعرضهم؟ بعد أن يتم تعذيبهم؟ بعد أمتى يعرضهم؟ بعد أن تمر الفترة المقررة قانونا. وبالمناسبة تحقيق جمع استدلالات كده بدون أي محامي، يعني معاملة قصرية جدا. حوالي 6200 شخص مسلوبين الحرية لا يزالوا يقبعون في السجون. الإحالة للنيابة العامة وللمحاكمة نسبة 10%، يعني نسبة ضئيلة جدا. ومعظمهم يقضوا أحكامهم في السجن بالرغم من إطلاق، ما نبوش نقولوا إن ما فيش حد ما روحش، لكن احنا نبي نقولوا بالرغم من إطلاق يعني عشرات من المحتجزين، ولكن لا تزال أغلبية ساحقة في انتظار الإجراءات القضائية. ذكر السيد أو الزميل فيصل القوانين، هو بروحه قال في إعلان الدستوري، نعم الإعلان الدستوري مؤرخ في 2011 وإحنا تو في 2018، يعني شو الفايدة سن القوانين بدون تنفيذ؟ أنا شخصيا كمحامي عندما أقف أمام المحكمة أو في تحقيق النيابة نذكر كل هذه القوانين، نذكر بطلان الحبس، نذكر التعذيب القصري، نذكر الإجراءات الضبطية، يعني كلها نذكر فيها لكن بدون تنفيذ. مثلا إجراءات الضبطية بدون إذن من النيابة العامة، يعني مخالف الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري نص على أن للمساكن حرمة ولا يجوز تفتيشها إلا بإذن من النيابة العامة، وأنا جل الأشخاص المعتقلين بدون إذن من النيابة العامة، وأنا أدفع به عشرات المرات ولكن دون جدوى. يعني هنا لابد أن نفعل وننفذ الإعلان الدستوري، وفي انتظار نقول إن شاء الله بإذن الله في انتظار مسودة الدستور.
طيب. وهي الفيصل. طيب ابقى معي يا سيد الأحمر. سيد نعم. فيصل الشريف، يعني كما ذكرت بأن هناك انتهاكات، وبحسب المواد التي ذكرتها لا يوجد تطبيق على أرض الواقع، وهذا يعني صاير في المنطقة الغربية الجنوبية أيضا في المنطقة الشرقية. ولكن لو نظرنا إلى عمل اللجنة المكلفة الآن من قبل الوزارة أو الداخلية بشكل خاص، في حال بالفعل ثبت بأن هناك أشخاص موقوفين حتى على الهوية كما يقول البعض في التعليقات الخاصة بقناة بانوراما، يقولون بأن هناك أشخاص يعني موقوفين على الهوية، أشخاص موقوفين بدون أي تهمة، مجرد موقوفين وخلاص من غير ما يعرفوا ليش هم موقوفين. طيب عندما يتم عمل اللجنة، يعني كيف لدوي هؤلاء أن يأخذوا حقهم من الدولة؟ نعم أخي محمد، عطفا على ما تقدم في سؤالك السابق، دعني أضيف فقط شيئا ما ثم أعود إلى هذا السؤال. تفضل. الـ 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 من أخطر الممارسات التي تمارس على الإنسان أو أن تمارس على الليبي هنا هو أن تحتجزه بدون وجه حق، أن تقيد حريته التي في الأساس هي نعمة من الله عز وجل، أن تقيدها بدون وجه حق، وخصوصا ازدياد هنا الخطورة عندما يقوم بهذا الإجراء أشخاص موكل إليهم مهمة مأمورية الضبطية القضائية أو كمأمور ضبط قضائي أو الجهة الشرعية. عندما يقوم من يدعي هذا ويقوم بهذا الإجراء الغير دستوري والغير إنساني، هنا المشكلة. الضمانات موجودة، القوانين والتشريعات لم تفلت شيء أخي محمد. باختصار أقول لك أن من اللحظة التي يتم إلقاء القبض فيها عليه يجب أن يمكن من حضور محاميه، أن يختار محاميه، وهذا حق دستوري، وأن يتم عرضه على محكمة عادلة وأن يحاكم محاكمة عادلة، وهذا حق دستوري. وكذلك أن يتم داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل أن تكون هناك له رعاية اجتماعية ورعاية صحية وكثير من الأمور الموجودة في القانون رقم 5 لسنة 2005 وغيره وبعض القرارات الموجودة في هذا الخصوص. وعودة على ما تفضلت به من سؤال آخر أخي محمد، فيما يتعلق في الموضوع من يتم اعتقاله ثم يثبت أنه تم اعتقاله على الهوية أو يثبت أن اعتقاله لنكون بشكل عام أنه مخالف للقانون أو أن اعتقاله لم يتم بإجراءات ضبطية صحيحة، هنا يستطيع هذا المجني عليه مباشرة عندما يخرج أن يمارس حقه في رفع دعوى قضائية وأن يخاصم تلك الجهات، لا يستثني أحدا، الكل يمكن مخاصمته، كل من قصر في هذه المهمة وقصر في مهمته في ضمان عدم وجود خروقات ولحقه الأذى يستطيع أن يخاصم الجميع، يستطيع أن يخاصم هؤلاء الأفراد الذين خالفوا القوانين وعرضوا كرامته وعرضوا جسده للخطر وعرضوا حريته واحتجزوه قصرا، يستطيع بموجب التشريعات الموجودة ملاحقتهم إن ليس اليوم فغدا أخي محمد. لكن ليس الأمر متروكا هكذا على الغارب، وإنما هناك أمور ضبطية وهناك إجراءات قضائية للملاحقة، لم يتمكن اليوم سيتمكن غدا. هناك الكثير من الأقاويل التي نسمعها، لا نستطيع أن نؤكد شيء، لكن من تعرضوا لهذا الأذى يجب أن يخرجوا ويبوحوا بذلك ويتخذوا إجراءاتهم في هذا الخصوص. هذا ما يجب أن ننصح به في هذا المقام. وضحت الفكرة. كذلك سيد فيصل الشريف، يعني الجهة الإشرافية كما ذكرت بأنها لابد أن تكون من النيابة العامة، ومن المفترض يكون معنا السيد الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، ولكن للأسف لم يتحصل عليه فريق الأعداد. لذلك أشكرك جزيل الشكر المحامي والمستشار القانوني السيد فيصل الشريف على أن تخصيص وقتك لنا اليوم في حلقتنا من بانوراما الحدث. شكرا جزيلا لك. سيد سامي، يعني نفس السؤال، يعني لو ذكرنا ما بعد يعني نتائج اللجنة في حال وجود أشخاص بالفعل موقوفين دون تهم حتى على الهوية، ما الخطوات أو الإجراءات القانونية التي يجب أن يتخذها هؤلاء؟ سيد محمد، الإجراءات لابد أن تكون إجراءات صارمة، ولا يجوز أن نتركها تذهب
يعني كل من احتجز شخص بدون وجه حق وسلب حريته ولو لدقائق يتقدم أو يقدم للتحقيق وللمحاكمة ولا نتركه هكذا أو خلاص طلع لجنة واللي ارتكب لا هنا القانون لا يجزى وأنا قلت لكم من بداية الحلقة القانون لا يجزى وضحت الفكرة سيد سامي الأحمر المحامي والمستشار القانوني كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس شكرا جزيلا لك بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم بانوراما الحدث إلى اللقاء